نحييكم مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير والعافية عليكم وينما تكونون، وأنتم تشاهدوننا عبر قناتكم قناة كربلاء الفضائية. هنالك حديث وارد عن رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أعلم أن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها خلق كثير، وأن سفينة نجاتها آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تشرح بها قلوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقضي بها حوائجنا. قضى الله حوائجكم، وأولى هذه الحوائج تعجيل الفرج لمولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم من هنا من أرض الخير من مدينة الكاظمية المقدسة ومن جوار الإمامين الجوادين عليهما الصلاة والسلام. سوف نكون معكم على مدى ساعة تلفزيونية، وإن شاء الله نكون معكم في هذه الرحلة المسائية أنا وزميلتي ابتهاج. مساء الخير والعافية عليك يا ابتهاج. مساء الخير والعافية عليك يا سعاد وعلى جميع مشاهدينا الكرام اللي يشاهدونا الآن على شاشة قناة كربلاء الفضائية. حياكم الله وبياكم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بجاه الإمامين الجوادين عليهما صلوات ربي وسلامه بالأمن والإيمان والعافية والسلام، وأن يستجب لنا دعاءنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، على مدار ساعة تلفزيونية كما نوهت زميلتي نكون وإياكم وعدد من الفقرات المتنوعة نشاهدها عبر هذا الاستعراض السريع. أولى فقرات برنامج خير الكلام هي فقرة معراج الروح التي تتحدث عبر مشاهد تمثيلية عن أهمية الدعاء وأثره وموضوعة الإلحاح في الدعاء نموذجا لهذه الحلقة. يا أخي أنا أذكرك برواية للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول بها أن الله كره الناس بعضهم على بعض في المسألة. بعدها نكون مع فقرة أفكار تروق لك، حيث هيأنا لكم عنوان مفيد ونافع وهو كيف تبني عادة جديدة. كافئ نفسك عندما تصل إلى هدفك، التزم لمدة شهر واحد في الأقل. ومع فقرة أمهاتنا والحديث فيها هذه المرة عن حق الجار الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله. ومثل ما تحبين نفسك حبي الجيرانك، وأي عمل تقدميه قدميه باسم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، راح تشوفين الخير والسعادة والبركة اللي راح تعود عليك وعلى أهلك. ثم ننتقل إلى فقرة معلومة فقهية لأهمية التفقه في الدين ومعرفة التعاليم الدينية الابتدائية اليومية، وهي عن إبراء الذمة. من كانت ذمته مشغولة لشخص ولم يتمكن من معرفته، فهل يجوز له التصدق عنه مباشرة أم يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي؟
مشاهدي الكرام، حلقة خير الكلام لهذا اليوم والمحور الأساس فيها عن عقوق الوالدين وما فيها من عقبات لسوء التوفيق والخاتمة والعيش بتعاسة. عدنا نحن وإياكم مشاهدين الكرام جديد وشاهدنا جميع الفقرات اللي راح تكون في حوزتنا في هذا المساء الجميل والمبارك بجمال هاتين القبتين الذهبيتين للإمامين الجوادين عليهما الصلاة والسلام. ونتمنى أن تكون جميع هذه الفقرات تروق لكم وأن تستفيدوا من جميع المعلومات التي سوف تكون في هذه الفقرات. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل نحن وإياكم إلى فقرة معراج الروح وثم نعود ونواصل الحديث أنا والزميلة ابتهاج. أخويا بشرني، أكثر من مرة اتصلت وماكو نتيجة. أنا أدري لحيت بالموضوع هواية بس أسوي الظروف، يعني أنتظر منك اتصال. رحم الله والديك. إيمان الله إيمان الله. الله يسعدك. هلا وعلا، شلونك؟ شلونك؟ ها شنو انت مشكلتك لحد الان ما انحلت؟ اي والله يا ولا كلفه، ها ياجلوا، هاي ماكو بس وعود، ايش ماكو يا اخي. انا اذكرك بروايه للامام الباقر عليه افضل الصلاه والسلام، يقول بيها ان الله كره الحاح الناس بعضهم على بعض في المساله واحب ذلك لنفسه. فيا اخي بين قوسين انه انت لازم تتوجه لرب العالمين بالدعاء، ومو بس تدعي، لا لازم تكون عندك ملحة انه تكون لحوح بالدعاء، واللي يكثر قرع الباب ينفتح له. وهذا اللي اكد عليه امير المؤمنين سيد البلغاء عليه السلام. وانا شو اسوي يعني؟ بس خل اكمل لك الحديث واكمل خدمتك. يلا. هذا اللي اكد عليه امير المؤمنين، يقول الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك. بس اريد منك انه تكون قبل الدعاء بعد الدعاء تصلي على محمد وال محمد حتى دعائك لا يكون محجوب. هسا تفضل انا بخدمتك، شنو اللي عندك؟ يعني شويه الظروف صعبه وما جاي تجي وياي عدله، ومنتظر ها يعني المقابل حتى يعني الحالي على مشغلتي ما جاي، بس اتصالات وهاي وعود. بها حتى لا تدوخ روحك، وحتى انا اريحك لا تلح ويا الناس بالحاجه، توجه رب العالمين، كن لحوح ويا رب العالمين هو الكريم. هاي 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 ان شاء الله حاجتك مقضيه ان شاء الله. شاهدنا بأن هذه الحالة، حالة الإلحاح مع الناس، كم هي حالة بغيضة ومقيتة، ويكون هذا الشخص حقيقة مزعج ويستثقلوه الناس من شدة إلحاحه بطلب المسألة، خصوصا لما يطلب من الناس ما يعجزون عن عمله لهم. وأحيانا نشاهد المتسولين يقومون بالتسول بإلحاح. دائما أتدبر وأتفكر أن هذا الشخص لو لح على الله بنفس هذه الطريقة وتسول ورفع يده إلى الله وحفظ ما أوجهه وسأل الله عز وجل كم سيعطيه وكم سيرفع له من المنزلة، لماذا تأخذهم حالة من الكسل وحالة من التقاعس عند التوجه بالسؤال إلى الله، ولكن عندما يسألون الناس ينشطون ولا تعتريهم تلك الحالة؟ نعم، ممكن من حسب رأيي الشخصي زميلتي ابتهاج، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ليس لديهم إيمان. نعم. وإيمان بالله سبحانه. نعم. وتعالى، لو كان لديهم إيمان وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى لرفعوا أيديهم وطلبوا من الله سبحانه وتعالى
وأيضا الله سبحانه وتعالى ما يؤخر الاستجابة هذا الدعاء، يؤخر طلب الحاجة. الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له في هذا الوقت أو هذه الساعة، ربما يؤخر هذا الأمر، فيكون إنه نوع الله سبحانه من أنواع اللي رب العالمين سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده وهو يلح عليه بالدعاء. وهناك حديث وارد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن ليدعو الله عز وجل في حاجته فيقول الله عز وجل أخر حاجته شوقا إلى صوته، فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل دعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا، قال فيتمنى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا فيما يرى من حسن الثواب هذا الدعاء. وهذه الرواية تبين لنا أهمية الإلحاح. الله سبحانه وتعالى يحب يسمع صوت عبده عندما يناجيه ويطلب منه. نعم أحسنت يا سعاد. هنالك دعاء اسمه دعاء الإلحاح، قد ورد عن آل البيت سلام الله عليه عندما طلب أحدهم من أحد الأئمة علمني دعاء، فقال فأين أنت عن دعاء الإلحاح؟ قال قلت وما دعاء الإلحاح؟ فقال الإمام سلام الله عليه: اللهم رب السماوات السبع وما بينهن، ورب العرش العظيم، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب القرآن العظيم، ورب محمد خاتم النبيين، إني أسألك بالذي تقوم به السماء وبه تقوم الأرض وبه تفرق بين الجمع وبه تجمع بين المتفرق وبه ترزق الأحياء وبه أحصيت عدد الرمال ووزن الجبال وكيل البحور، ثم تصلي على محمد وآل محمد، ثم تسأله حاجتك وألح في الطلب. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن يكفينا جميع ما أهمنا همه من أمر آخرتنا ودنيانا. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أفكار تروق لكم إن شاء الله. أفكار تروق لك. كيف تبني عادة جديدة؟ اعمل على بناء عادة واحدة فقط في كل مرة. طور عادتك الجديدة مع عادتك الموجودة. كن مستعدا للعقبات. كافئ نفسك عندما تصل إلى هدفك. التزم لمدة شهر واحد في الأقل. اتخذ خطوات صغيرة وابدأ ببطء. شارك إنجازاتك مع الآخرين. ابن العادات الجديدة واجعلها جزءاً من نمط حياتك. عدنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشاهدنا نحن وإياكم هذه الفقرة أفكار تروق لك وتروق لكم مشاهدينا الكرام. وكما شاهدنا نحن وإياكم واستمعنا إلى هذه النصائح البليغة التي كل إنسان عندما يستمع إلى هذه الفقرة يبدأ بالبحث عن فكرة جديدة بحياته، سواء في عمله أو ربما إذا كانت ربة المنزل أيضا حتى في البيت، تبتكر فكرة جديدة وهذه الفكرة تطورها، وبالتالي هذه الفكرة من تطورها راح تصير لها كثير من الإيجابيات. راح تستغل إذا عندها وقت فراغ أو شخص، أيضا إذا كان عامل أو غير عامل راح يستغل هذا الوقت بتطوير نفسه، استفادة من المعلومات، وأيضا ربما يكون مردود مالي على هذا الشخص. وبالتالي نعم، استغل هذه الفكرة يا ابتهاج وبناها صح واتبع هذه الخطوات البسيطة، وبالتالي راح تنجح هذه الفكرة. طبعا هي تتكلم عن العادات وتغيير العادات، كما ورد عن علماء النفس بأن أي شخص يريد أن يغير العادة اللي سيئة هي عنده،
عليه أن يلتزم العادة الصحيحة ويتخلى عن تلك العادة، يثبت على هذا الأمر لمدة 3 أسابيع، 21 يوم. نعم أحسنتي. حقيقة وجد أنه علميا بأنه يترك هذا الأمر. إحنا دائما نربطه مع صيام شهر رمضان تهذيب للنفس، وأن 30 يوما يعطي هذا التهذيب، تصير عند ملكة العصمة تجاه الأمور التي نوى أن يتركها. لذلك أكو أمر مهم، ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد، بأن العطلة للأسف طويلة جدا وتؤدي إلى خمول وركود العقل لدى أولادنا وحتى لدينا. أي إنسان مهما بلغ من العمر، إذا ركد عقله عن القراءة والتدبر والتفكر والتفكير، يخمل هذا العقل ويتحول إلى شخص إمعى وغبي، وللأسف تموت خلايا الدماغ. لذلك الله عز وجل وجهنا بتلاوة كتابه الحكيم وباستمرار هذه التلاوة والتدبر ننقذ أنفسنا من بعض من هذه الأمور. لذلك أنا أقترح مسألة الطلاب أن ما تكون العطلة طويلة، أن يكون نظام العمل كورسات، مثلا يدرسون شهر يقعدون أسبوع أو أسبوعين، شيء من هالقبيل تعمل به بعض الدول المتطورة. يعني لا تكون العطلة جدا طويلة، ولا تكون الدراسة أيضا جدا طويلة، لا يكون الموسم طويل حتى لا يكون موسم ممل، تتخلل عطل يستطيعون يسافرون بها ويرتاحون بها، لكن لا تصير العطلة طويلة الأمد لدرجة أنه الطالب يجي ضعيف بالكتابة، ضعيف بالحفظ، ما يحب الدراسة، يستثقلها. إحنا نعاني حاليا من طول العطلة الصيفية وكثرة العطل خلال الدوام وكثرة المادة، وبعدين من ينطوهم إياها؟ ينطوهم إياها بشكل مكثف. نعم أحسنت يا زميلتي ابتهاج. وطبعا اليوم بدأ العام الدراسي الجديد بالعراق، ونهني جميع الطلبة ببداية العام الدراسي الجديد، ونتمنى لهم النجاح والموفقية. وأكيد طبعا أنا أضم صوتي على صوتك، وإحنا نحتاج إلى هذا الأمر بأنه لا تكون العطلة جدا طويلة، ولا الموسم الدراسي أيضا جدا طويل، وبالتالي راح يصيب الكسل والخمول عند أبنائنا، فراح يعانون. واليوم أكيد كل الطلاب عانوا لأن كان أول يوم، لكن إن شاء الله يوم غد راح يكون هنالك نشاط، راح يكون هنالك اهتمام، فنتمنى لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل نحن وإياكم إلى محطة أخرى من محطات برنامج خير الكلام، وهي أمهاتنا. مساء الخير. أتذكر من كنت صغيرة كانت أمي يومية تخدر الشاي وتجمعنا كلنا صغار وكبار، الولد والبنات، وتحكي لنا قصص وحكم وسوالف أشكال والوان. احنا بالبداية كنا نضوج لأن كنا صغار وما نعرف شنو معناها. ومن يروحون أخوتي للشغل تقول لي آية يمه روحي صيحي جيراننا أم محمد خل تجي تشرب وياي الشاي. تردون الصدق؟ أنا بالبداية كنت كلش أضوج. أنا ما أضوج من جيراننا أم محمد، لا بالعكس، إنسانة كلش طيبة وحبابة، بس كنت أضوج لأن أقول هو شاي ماكو داعي يعني أمي تعزم عليه وهو شيء كلش بسيط. بس بالحقيقة والواقع بعدين عرفت أنه أمي من تعزم جيراننا أم محمد على الشاي تعرف منها شنو محتاجة، لأن أم محمد كانت أمورها كلش تعبانة لكن نفسيتها كلش عزيزة، ما تقبل تقول قدام أي أحد هي محتاجة. واليوم إجا الدور لي حتى أنقل وصية أمي لبنتي. مو صعب عليك تخلين نفسك بمكان جيرانك، ومثل ما تحبين نفسك حبي لجيرانك، وأي عمل تقدميه قدميه باسم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، راح تشوفين الخير والسعادة والبركة اللي راح تعود عليك وعلى أهلك. وفاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تقول: الجار ثم الدار. مشاهدينا الكرام، قصتنا لهذا اليوم انتهت من قصص أمهاتنا، لكن أكو هواية قصص تنتظركم بالحلقات الجاية. هذه عودة إلى زميلاتي في استوديو برنامج خير الكلام.
مشاهدينا الكرام، كما شاهدنا في هذه الفقرة الحديث عن تفقد الجيران، تفقد الإخوان، والنظر في قضاء حوائجهم. روي أن الإمام الحسن سلام الله عليه قد جاءه سائل فأعطاه 20,000 درهم، فكان عطاؤهم مما يغني. يعني الإنسان أكو أنواع من العطايا، لما يمد إيده لطلب الحاجة لازم ينسأل إنه عنده مورد أو لا، وهذا المورد يكفي أو لا، هل هذا العطاء يغني قدر الإمكان؟ إذا الإنسان يستطيع أن يوفر حرفة أو رأس مال لهذا الشخص، يشوفه هو شنو يجيد من أداء الأعمال، مثلا تعرف تخيط بس ما عندها مكينة، تعرف بعض أمور تحتاج أن تدخل دورات تتعلم، مثلا أشياء تدعم هذا الشخص، عربانة يبيع بها خضرة أو يبيع بها مثلا فواكه وغيرها. المهم الأمور تحتاج إلى أن يكون العطاء ما يغنيه عن المسألة، أو يكون بشكل دوري فشيء يعين على مثلا استقطع من راتبي شهريا يكون مثلا 100,000 هذه لهذه العائلة، يعينهم على مشكلتهم وتعدي هذه المشكلة. فللإمام الحسن سلام الله عليه وسائر الأئمة الأطهار، ولا سيما أيضا الإمام موسى بن جعفر الذي عرف بإعطائه بأكياسه، وصرار موسى ضربت بها الأمثال في زمانه، الجواد الذي سمي جوادا، هو جواد بالعلم وجواد بالكرم وبالأموال. وهنا يستحضرني كلمة السائل الذي قال دعني أمدحك، فقال الإمام سلام الله عليه نجود قبل السؤال، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. فخوفا على ماء وجه من يسأل تجود أياديهم. إذن خير العطاء أن تجود بالعطاء قبل أن يسأل ذلك السائل، أن تتفقد الناس، أن تعرف حوائجهم وتحاول أن تكفيهم حاجتهم. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة مهمة في حياتنا لا نستغني عنها، وهي المسائل الفقهية والابتلاءات الفقهية التي نتعرض إليها لنتعرف على مسألة جديدة. معلومة فقهية من موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. في الاستفتاءات في باب إبراء الذمة ورد السؤال التالي: من كانت ذمته مشغولة لشخص ولم يتمكن من معرفته، فهل يجوز له التصدق عنه مباشرة أم يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي؟ الجواب: الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. عدنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشاهدنا هذه الفقرة وهي معلومة فقهية، وطبعا احنا نحتاج حتى نتفقه في أحكام ديننا وأمور ديننا، حتى الإنسان يعرف ما هي الأمور المحللة، ما هي الأمور المحرمة، ما هي الأمور الجائز العمل والقيام بها، وما هي الأمور المكروه القيام بها. فمثل ما استمعنا نحن وإياكم إلى هذه المعلومة، وأكيد طبعا هذه المعلومة جميلة يا ابتهاج. اليوم عندما التفقه بالدين أمر مطلوب، وهناك الكثير من الروايات المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي توصينا بالتفقه بالدين. فإذا كان الإنسان يقول أنا لا أعرف القراءة والكتابة، يستطيع عن طريق الإنترنت أن يدخل إلى موقع سماحة السيد السيستاني دام ظله، وأيضا التعرف، أو ربما هناك أيضا موجود بالتليجرام يعني مؤسسات دينية، مرجع تقليدي. أي نعم، فهذه يعني كل مرجع يوجد هناك تطبيقات أو مواقع موجودة على تطبيقات الإنترنت، فيستقبلون الأسئلة ويكون هناك إجابة في مضمون هذا السؤال. نعم. بالذات مسألة رد المظالم مسألة جدا مهمة. ما هي المظالم وما هو رد المظالم؟ المظالم هي اللي بذمة الإنسان من ديون، من أموال تجاه ناس
مثلا إما بقرض إما ديون إما مشاركة إما أموال غصب، ما حد يدري أنه نوع من الأموال اللي بيد هذا الإنسان. فإذا كان الإنسان ما يعرفهم هذه مشكلة، هاي رد المظالم، ما تقبل توبة بدون أن ترد تلك المظلمة. فإذا ما يعرفهم أو اشتبه عنده أموال حلال وحرام، هاي مشكلة، لازم يرجع للأموال، مو يعطيها ويتصرف بيها بكيفه. فهذا حكم شرعي، وأهل البيت سلام الله عليهم وضعوا نعم حدود ووضعوا لهذه الأمور مسائل. توجد روايات أيضا على هذا الصدد، لذلك نقول يرجع إلى مرجع تقليده. مراجع التقليد هي اللي تبحث بهذه الروايات، وهي اللي تستنبط الأحكام وتعرف ما حكم هذا الشخص السائل. أحيانا يجي شخص ما يعجبه يرجع الفلوس، يريد أو يقدر يرجعها لورثته، أو يتصور أنه إذا دفعها للناس كفت عن ذاك الشخص، لازم ترجع لنفس الشخص. فمراجعتك للحاكم الشرعي يحدد ويقرر كيفية إرجاع الأموال ومن هم مستحقو تلك الأموال. وجب أن نتطلع إلى أهمية رد المظالم. هنا يقول الإمام سلام الله عليه الباقر: الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه ما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد والأموال والحقوق فيما بين العباد وبين الناس. وطبعا هنا أيضا حديث ثاني يقول: شخص لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ قال فسكت الإمام صلوات ربي عليه وسلامه، ثم أعاد عليه الرجل سؤاله، فقال الإمام: ليس لك توبة أو لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه. إذن لا وجود لتوبة دون أن ترجع الحق إلى مستحقي. فإذا تعلقت برقبتك حقوق كثيرة، وجب عليك أن ترجع إلى الحاكم الشرعي ليبين الحكم فيها وكيفية الخلاص منها. لأن التوبة واقعة على ستة معان كما ذكر أمير المؤمنين: لا تتحقق ولا يتحقق الاستغفار، عفوا، واقع على ستة معان: لا يغفر الله له أحد تلك المعاني أو الشروط، هو إرجاع الأموال إلى أصحابها اللي بذمتك. طبعا هذه الأموال تسبب تبعات، وما هي التبعات؟ التبعات أنه أحدها العقوق للأبناء، إذا توكلهم من هذه أموال الشبهة يصيرون أولادك أولاد عاقين والعياذ بالله. ولكل قاعدة شواذ، لربما البعض يقول فلان أكل من أموال الناس ما يأكل، وبالتالي أولاده بارين. الله أعلم ماذا يوجد في أعماله مضافة إلى هذا اللي صاروا أولاده بارين. لربما يعود الأمر إلى بر الأم وصلاح الأم اللي كانوا أولاده بارين. فموضوعنا اليوم عن العقوق. نعم، أحسنتي يا زميلتي ابتهاج، فهناك الكثير من الأمور التي تتعلق بعقوق الوالدين، وأيضا هناك الكثير من الآيات القرآنية الواردة في القرآن الكريم والواردة عن رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، التي توصينا بأهمية طاعة الوالدين وبر الوالدين. وهنالك طبعا حدد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وفسر لنا آية قرآنية، وهذه الآية متعلقة بالوالدين. فمفهوم الإحسان الوارد بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فماذا أجاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ قال: الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. وحول قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما. فهنا بين لنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تفسير هذه الآية الكريمة. لكن اليوم للأسف احنا نشاهد الكثير من الأمور التي عندما نشاهدها تدمي القلوب. هذه المناظر هو رمي الوالد أو الوالدة أو الأهل في دار المسنين، أو ربما رميهم في الشارع، أو ربما إذا لم يتم هذا الأمر فتكون المعاملة ما بين الأبناء والآباء والأهل يكون هنالك عدم وجود احترام، عدم وجود طاعة للوالدين، عدم وجود تقدير للوالدين، حتى رفع الصوت العالي يتكلم مع الوالد أو الوالدة بصوت مرتفع. ولو لاحظنا هذه الآية الكريمة ولا تقل لهما أفا ولا تنهرهما، هذه الكلمة أف هي حرفين، لكن هذا الابن ما يعرف حجم هذا الأمر. هذه أدنى درجات العقوق وهي كلمة أف، لا يعي حجم هذا العقوق هذا الولد طبعا. أو ربما البنت أكيد للوالد والوالدة دور في إثارة العقوق لدى ولدهما، حتما هذا نمر عليه، لكن بالاستعانة مع ضيفنا الكريم من كربلاء المقدسة ينضم إلينا الباحث وأستاذ التنمية البشرية الأستاذ بلال الخفاجي. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم في برنامج خير الكلام، تفضل. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، اللهم صل على طيب حياتنا وسعادتها محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله وبياكم، وأنتم بالجوار المقدس من الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو أحد آباء هذه الأمة. نسأل الله أن يرزقنا بره وأن نكون من البارين به وبأبيه وبالأئمة المعصومين من بنيه إن شاء الله. أستاذنا الكريم، حديثنا اليوم عن حقوق الوالدين، حتما للوالدين دور في إثارة العقوق لدى أولادهما. ما الذي يثير هذا العقوق لدى الأولاد؟ قد ذكرنا أحد الأسباب وهو الأكل الحرام أو الأموال الحرام التي ينبت منها لحم هؤلاء الأولاد. أضف لنا بعض ما يخص المعاملة فيما يثير العقوق لدى الأبناء للوالدين، تفضل. بداية الأمر خلونا نتكلم عن النشأة الأساسية للأولاد أو للأبناء. هنالك صراع على مدى الأزمان بين الآباء والأبناء، وهذا الصراع قد اختصره أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال لا تقصروا أولادكم على ما تربيتهم فهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. هاي أحد الأسباب. نعم. لما نجي نتكلم مؤكد، لما نأتي إلى تفاصيل التربية، أكل الحرام والتصرفات الخاطئة من الأب ومن الأم، فبالتالي راح تكون انعكاساتها السلبية لدى الأبناء. لأحد الباحثين اللي هو سيغموند فرويد يقول إن السنوات الأولى لتربية الأولاد هي من السنة الثالثة إلى السنة السادسة، هي السنوات الأساسية لتربية وتنشئة الأطفال بالصورة الصحيحة. لكن لما تكون عندنا التنشئة بصورة خاطئة فبالتالي راح تكون مؤثرة بصورة سلبية على الأبناء، وهنالك الكثير من المؤثرات على الأبناء وهي أكل الحرام والتصرفات الخاطئة والمشكلات أمام الأبناء، فبالتالي راح تأثر التأثيرات السلبية. فبالتالي لما نرجع إلى النقطة الأساسية هي أكل الحرام، لما يكون أكل الحرام والرزق الحرام لدى الآباء فبالتالي راح تكون هذا المنبت لدى الأبناء، فبالتالي راح يكون عندهم عقوق للوالدين. نعم، وذكرتم نعم. الإقصار على التربية أنه مثل ما تربينا إحنا نربي أولادنا بدون مراعاة للتطور الحاصل. هنالك أسباب أخرى تحب تضيفها؟ نعم، هنالك الكثير من الأسباب التي تعتبر هي من عقوق الوالدين. نشوف بأنه إحنا التربية هي عنصر أساسي، الأولاد لهم كثير من الاحتياجات من الآباء، فبالتالي في بداية النشوة في بداية التربية يحتاجون إلى التربية الصحيحة، يحتاجون إلى التمييز من آبائهم مع أقرانهم، ويحتاجون إلى الكثير من الأمور لكي يكونوا متميزون
من بين الأولاد. فبالتالي لما تكون تربية الآباء غير جيدة أو يلتهون بمواقع التواصل الاجتماعي أو يلتهون بالتفاصيل الأخرى وملتهيات الحياة ويبتعدون عن تربية أولادهم، فبالتالي راح تكون هذه نقطة أساسية بتحول الأولاد. هنالك مقولة جميلة جدا تقول: راعوهم في الصغر يرعونكم في الكبر. فالأولاد يحتاجون مراعاة في بداية العمر. لما يكبر عندنا الطفل أو يكبرون الأبناء، فبالتالي راح يتصرفون تصرفات آباهم ويكونون انعكاس للصورة لآباهم. مقولة جميلة جدا تقول إن الولد سر أبيه. فبالتالي نشوف إنه دائما التصرفات تكون معكوسة من الآباء إلى الأبناء. إذا كانت التصرفات والانعكاسات صحيحة من الآباء، فبالتالي راح تكون انعكاسات إيجابية. وإذا كانت غير ذلك، هذه النقطة راح تكون أستاذ بلال سلبية. إذا كنت تسمعني، أنت تحدثت عن التربية وأهمية التربية، وأيضا الإسلام دعا إلى أهمية التربية. اليوم إحنا نشاهد بعض التصرفات الخاطئة من قبل الأهل حسب عاطفتهم أو ربما الدلال الزائد. نشاهد الأطفال ينادون أهلهم بأسمائهم، يعني ما يقول له بابا ماما، أو ربما يضرب أمه أبوه، والأب يعني يتماهب هذا الموضوع، يقول بعده صغير ما يفتهم. هل هذه الأمور أو هذه عدم تعليم الابن على الاحترام، هذا الأمر يسبب التمادي في الكبر ويكون هذا الابن ما يحترم أهله وبالتالي راح يؤدي إلى العقوق؟ هنالك فرق بين التربية وبين التوفير. اليوم أنا ابني أوفر له ملابس نظيفة، أوفر له أفضل حاجات، شنو اللي يحتاج أشتري له، أدلله بصورة متكاملة، هذا الشيء خاطئ. لكن التربية تختلف، إنه لازم أعلمه الصح والخطأ، وأعلمه الصواب، وأعلمه كيفية التصرف بالمجتمع، أعلمه احترام الكبار والصغار، أعلمه طريقة السلام، أعلمه كثير من الأمور الخاصة بالتربية الإسلامية اللي تعلمنا عليها. فبالتالي أكو مفاهيم خاطئة يقولون إحنا وفرنا، إحنا سوينا الأولاد، إحنا اشترينا، ما خلينا لهم فد شيء. هذه مو تربية، هذه توفير. التربية تختلف جدا، التربية تحتاج إلى تعب وتحتاج إلى إعادة وصقل مع الأبناء ومتابعة بصورة متكاملة حتى يكونوا الأولاد حسنين جدا. عندك كلمة أخيرة تحب تختم بيها، تنصح بيها مشاهدينا؟ الكلمة الأخيرة اللي أنصح بها المشاهدين، أي نعم، إنه دائما إحنا نشوف الأوقات، احنا ما عندنا وقت، احنا نريد نشتغل، نريد نسترزق، نريد نطلع على اعمالنا، عندنا كثير من التفاصيل وملتهيات الحياه اللي تشغلنا عن ابنائنا. نحتاج احنا بصوره حقيقيه نتفرغ لابنائنا، نتابعهم، وخصوصا احنا نشوف مراحل التطور الحاليه ومواقع التواصل الاجتماعي والاجهزه الالكترونيه اللي بدات تتغيب بين الاباء وبين الابناء وسوت فتفصل كلش كبير فيما بينهم. فنحتاج متابعة حقيقية من الآباء وتفريغ أنفسهم بصورة متكاملة لتربية أبنائهم في داخل المجتمع. يعني زين، أكو طريقة لتقويم ذلك الولد العاق؟ يعني كما جاء في تنمية المهارات البشرية، أكو طريقة لترويض العاق؟ مؤكد هنالك بعض الشركات العالمية فرع خاص عندهم للتربية الأسرية والتنمية الأسرية، يدربون موظفيهم، فبالتالي يشوفون إذا كانت عندهم مشكلات مع عوائلهم مع أبنائهم، فبالتالي يعلموهم طريقة تربية الأولاد في داخل المنازل حتى يكونون الأبناء مثل آبائهم. اليوم احنا نشوف في داخل المجتمع الآباء المتعلمين، على سبيل الفرض الدكتور والمهندس، نشوف أبنائهم دائما على خطى آبائهم وأمهاتهم، نشوف عند الدكتور والمهندس وغيره بكثير من العوائل، ونشوف كذلك همات الجانب الآخر. فبالتالي إنه التنمية البشرية مهمة جدا لتنشئة الصغار وتنشئة الكبار، أستاذ لتغيير بلال. الجانب المهاري والمعرفي والجانب السلوكي. نعم، نستثمر وجودك، بما أنه أنت تفضلت وقلت توجد كثير من الشركات التي تعلم الأشخاص بكيفية التعامل مع أبنائهم، نستثمر وجودك، نصائح تقدمها للأهل، للأب والأم، إذا كانوا أبنائهم يعانون من عقوق أبنائهم، فكيف يتعاملون معهم؟ أساليب للحوار. نعم، عذرا، إذا كانوا يعانون من عقوق أبنائهم، يحتاج يغيرون طريقة التعامل، يحتاج يغيرون طريقة التصرف. اليوم إحنا لما نشوف طريقة الدعاء على ظهر الغيب
مستجابة، أحتاج بين فترة وفترة من الآباء الذين يعقون الآباء ومن العوائل التي تعقبناهم، يحتاج تبادل الدعاء، يحتاج دائما إلى الرفاهة وتغيير الجو، نحتاج إلى الكثير من النصائح، يحتاج مجالسة الناس الجيدين. مجالسة الناس الجيدة مهمة جدا حتى يغتنمون الفرص والتوصيات اللي يتعاملون بها مع أبنائهم في داخل المجتمع. نعم أستاذ بلال الخفاجي، طبعا أستاذ بتنمية مهارات بشرية من كربلاء المقدسة، شكرا لانضمامك معنا في برنامج خير الكلام. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خير الجزاء. طبعا زميلتي ابتهاج، بالإضافة إلى هذه الأمور اللي ذكرها الأستاذ، أيضا طريقة الحوار. اليوم أنا إذا كان الابن عاق أو ربما البنت عاقة، فيجب تغيير صورة الحوار مع الأبناء. إذا ربما كان الحوار سابقا مبني على الصراخ والتوبيخ للأبناء، أو ربما ما كان هنالك حوار، تكون فجوة ما بين الأبناء والآباء، فعلى الأب والأم إذا لاحظ الابن هذه العلامات العقوق على الأبناء من ارتفاع بالصوت، عدم احترام الأب أو الأم، الخروج خارج المنزل بدون أخذ إذن من الأب أو الأم وغيرها، أو ربما يصل به الأمر إلى السب والشتم والطرد. إذا بدرت هذه البوادر وهذه العلامات على الأهل، بيتوقفون عند هذه النقطة، يفكرون بكيف يحتوون ابنهم، لأن هذا العقوق راح يكون إلى تبعات بالدنيا والآخرة. فأول أمر يقومون به هو تغيير لغة الحوار مع الأبناء، فيكون هنالك يحدد لوقت، يسأل ابنه أنت ليش جاي تتصرف هذه التصرفات، أنت ليش جاي ترفع صوتك. البعض من الآباء للأسف للأسف يا ابتهاج، يعني يفرح إذا ابنه يصيح على أمه، ده يفرض شخصيته، هذا الأمر جدا خاطئ. مثل ما رفع صوته على أمه اليوم، باكر راح يرفع صوته عليك، ومثل ما يحترم أمه ما راح يحترمك، لأن يخاف منك هسه، بس من يقوى ويكبر أكثر وأكثر حتى أنت راح يصيح عليك، حتى أنت ما راح يحترمك. يعني إذا كان هنالك عدم وجود احترام للأم، الأب يتوقف عند هذه النقطة، يعلم أبنائهم، يذكرهم بأحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام، بمنزلة الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، الرسول قال أمك ثم أمك ثم أباك. أنا ما أشجع على الغلط، بالتالي أنا أصلح له هذه الأخطاء حتى يحترم الأم ويحترم الأب، ومن يكبر يكون هذا الإنسان معاق للآباء، يكون ابن بار، لأن هو اتعلم على الاحترام. نعم، أكو مسألة أنه الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه. نعم. يعني هو مثل الطريقة اللي عاملة بيها بالجفاء، بفقدان الحب، بقلة العناق، بقلة إظهار الحب، أيضا بالمقابل الولد يعامله بقلة إظهار الحب وبالجفاء ذاته. أكو مسألة ثانية أيضا، حتى لو كان الخلاف أو الاختلاف ما بينك وبين والديك، يعني ما بيني وبين ابني وبين طفلي وطفلتي، أكو اختلاف بالرؤى ووجهات النظر، واختلاف بالأمزجة، واختلاف بالميول، أنا لازم أتقرب منه حتى أعرف هو ليش تصرف على هذا النحو اللي أنا دا الزجرة عليه، أو أنا رافضة هذا الشيء. فإذا زرعت عنده الوعي للشيء الذي فعله، راح أقدر أقوم. إذن يحتاج الطرفين أن يوصلون، كل طرف يوصل الطرف الآخر لدرجة الوعي بما يفعل وما سيصدر عن هذا الفعل من تداعيات مستقبلا، ايش حيصير، هيك هيك هيك، يخليه على قدر من الوعي. كلما زاد الوعي حتى بين الزوجين، إذا زاد الوعي تقل المشاكل، يصير تفاهم، يصير انسجام. بينما كل من متقوقع على أفكاره وتوجهاته ورغباته وميوله وأهدافه وآماله إلى آخره، ولا ينظر إلى الآخر أن له الحق في كل ما ذكرت، هم إلى حق، يعني ليش أفرض علي على الآخر ميولي ورغباتي وآمالي وإلى آخره. إذن كل إنسان عنده كيان، وكل كيان يتوفر به هذه الاحتياجات وهذه المطالب. فإذا تفهم الشخص للآخر صغيرا كان أو كبيرا، راح يصير عنده عذر. يعني شنو؟ راح ألتمس إلى عذر، احمل أخاك على 70 محمل،
تمشي مو بس بيننا وبين إخواننا، بيننا وبين أبنائنا، بيننا وبين آبائنا. يا ترى ليش قال هذه الكلمة أبي؟ وليش هذه الكلمة قالها ابني؟ هاي شوية أبحث بيها وأشوفها وأبلورها وأجي أفككها وأحلها. لما تتفكك العقد ما بين أي طرفين تنحل الأمور، لا داعي للعقوق. إذن العقوق هو متى يتحقق؟ عندما يكون هنالك إهمال، هنالك زجر، هنالك تعدي، هنالك لغة غير محترمة فيما بين الولد وأبويه. متى تظهر هذه الكلمات؟ ساعة الغضب، نعم، أو ساعة جد عند الخلاف والاختلاف في أمر معين، أو هذا سليقته الشكل. إذا هذا سليقته بهذه الكيفية، هذا السبب بالتربية. نعم، التربية هي من أساسها غلط. يعني نعم، هذا الأب والأم كانوا بهالطريقة يتكلمون مع الكبار، مو شرط يتكلم مع والديه بهالطريقة، يتكلم مع الآخرين بهذه اللغة. نعم، كان قدوة سيئة. نعم، يرث هذا الأمر. أما إذا كان السبب مثلا شجار وتعالت الأصوات وظهرت الكلمات وظهر تبادل الكلمات، فهذا أيضا هم يرجع للتربية والأخلاق. نعم، الموروثة. لكن بنفس الوقت لازم نفكك المشكلة، أنه ليش على صوته؟ ليش يجوز أنت مدى تطي مجال؟ أنت يمكن خانقة، ربما محتضنة، لا خانقة، وصل مرحلة أنه الطفل انفجر أو الولد هو رجل كبير انفجر. ليش كبته؟ ليش الكبت؟ ليش عدم إعطاء وقته ليعبر عن ذاته، ليمارس ما يريد في حياته؟ لذلك هذه المسائل جدا مهمة للقضاء على العقوق. لازم ندرس الأسباب شنو في كل عقوق. أكو سبب أكيد. ما هي الأسباب؟ تنحل، يروح العقوق. وبالتالي عندما نجد هذه الأسباب، نبحث عن الأسباب ونجد هذه الأسباب ونجد الحلول، حتما سوف يذهب هذا العقوق. فنصيحة نقدمها لنفسنا ولجميع الأهل، الوالد أو الوالدة، بأن يهتمون بأولادهم. صح، الكثير يبحث وحتى يوفر لقمة العيش ويوفر احتياجات الأسرية، والبعض يعمل قد عمليا، عمل واحد ما يكفي لاحتياجات الأسرة. لكن خصص وقت لعائلتك، خصص وقت لأولادك، وكذلك حتى الأم يجب أن تخصص وقت لأبنائها، يكون هنالك حوار وأنتم القدوة الحسنة لأبنائكم. مثل ما راح تكونون أنتم إذا كنتم قدوة حسنة، بالتالي راح يكون أبنائكم نشأة ونشأة صحيحة. وإذا كنتم قدوة سيئة، بالتالي راح تكون هذه النشأة سيئة. فأنتم القدوة والواجهة لهؤلاء الأبناء، فأيضا عليكم الاهتمام بهؤلاء الأبناء، لأنهم أمانة من الله سبحانه وتعالى بين أيديكم، فعليكم أن ترعوا وتصونوا هذه الأمانة. مشاهدينا الكرام، قد وصلنا إلى هذه الدقيقة الأخيرة من ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكر موصول لكم على طيب المتابعة، وأكيد شكر موصول طبعا الأستاذ اللي رافقنا الضيف وقدم الكثير من المعلومات بخصوص محورنا لهذا اليوم، وشكر موصول لكادر برنامج خير الكلام اللي رافقنا وأيضا ساهم بإنجاح حلقتنا لهذا اليوم، وشكر موصول للزميلة والأخت ابتهاج. ومسك الختام معك. نعم، شكرا يا سعاد. هنالك كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، ورحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. هذه بوحدها يراد لها حلقة كاملة، أنه كيف حملاه على العقوق وكيف حملاه على البر. فأختصرها في ختام هذه الحلقة بأنه حملاه على العقوق بعدم معرفته ربه، معرفته الفرائض، معرفته ما يتوجب عليه، نوع من الضغط، سوء المعاملة والكلمات النابية والضغط النفسي، ويقصروه على تربية معينة ولا يتركون له حرية الحراك والشخصية. وأما بالنسبة للمسائل العقوق أيضا بالضبط، بمسألة أنه وقت اللي يتعدى ما يسامحوا، ما ينطوا فرصة، وما يحاولون أن يحتضنوا أكثر. مشاهدينا الكرام، بهذا أختم وإياكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.